السلام عليكم عشاق الأناقة عشاق الجودة، رجعت لكم من جديد بفيديو كله إفادة. الفيديو ديال اليوم من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من ليساس فار رياض صوفيا عند سي حكيم الطابيسي. ما كان بغيش نجيب لكم شي حاجة دول المستوى، شي حاجة اللي تاخدوها بأقل ثمن وما تصدقش لكم، لهذا كنحاول دائما نقلب لكم على الجودة والثمن مناسب. ما غاديش نقول لكم أقل ثمن حيت تقدروا تلقاو قل ولكن بجودة أقل. قبل ما نبداو بغيت نشكر الناس اللي صوبوا صالوناتهم كيتواصلوا معايا في الخاص داخل المغرب وخارج المغرب، شكرا للثقة ديالكم واللي بها أنا مازال مستمرة معكم. فيديو ديال اليوم غنشارك معكم صالونات، ناموسيات، موديلات متنوعة، وكيف العادة ما تنسونيش من الدعم ديالكم والاشتراك والجيم إلى كنتو كتشوفوني كنستحق هادشي. توصيل لجميع المدن وخارج المغرب، ويلا نبداو على بركة الله. السلام عليكم خويا حكيم. لاباس عليك؟ بخير، امورك هاديه؟ مزيان صافا الحمد لله. رجعنا عاوتاني، رجعنا في الجديد. مرحبا. ديما الجديد واللوينات تبارك الله. اللوينات تبارك الله. اليوم غادي نوريو الناس دي موديل هكا في الصالونات. شوف تبارك الله الصالونات شحال من راح. مطلوب عندنا هذا كوردون مينوتي. هذا كوردون مينوتي يعني جامع جوج. جامع جوج. جامع جوج. ولا هو اكبر طالب تقريبا، ما كيشد الخمله لا والو. اييه. يعني الشيء كيشد الخمله لا والو. تا بالنسبه للانتيطاش واخا 12 كيتمسح. انتيطاش هذاك الحفر كان فيه مشكل، فهمتي؟ كان عندنا مشكل كيشد. دابا باش نشرحوا الناس، قبل كانت هذه كتجي بحال الحفره الوسط. بحال الحفره. هذا كوردون. هذا كوردون من الثوب كيتصاوب وكيدا. اييه كيهبط من الثوب ديالو. اييه. الوغ دابا هذا الموديل هذا ما فيهش الرونجمون؟ لا لا هذا ماشي رونجمون. هذا ماشي رونجمون. كيف تخدم الظهر لو دوسي؟ كيف تخدم حتى السوكل ديالو تحت؟ يعني كيجي بحال هكا، وهذا مخدم بالسوكل ديال العود. اييه. بالنسبه اللي ما بغاش السوكل يقدر يدير جيلات، كاين العود فيهم الانوكس فيهم البلاستيك، يعني على حسب الاختيار ديال الكليان. الوغ هذا الموديل الظهر ديالو حتى هو جا نفس الديكور ولا لا؟ كيكون سامبل حيت هذا كاين الحيط هنا. الا ما كانش الحيط تيكون كيتخدم بهذه الطريقه. الوغ على حسب الكليان فين غادي يحطو، على حسب الطلب ديال الكليان. الوغ هذا مخدوم غير بالكوردون هكا مينوتي بالكوردون في لو دوسي من القدام. بالنسبه حتى لهذا اش كنقولوا لها؟ الكوطيه. الكوطيه كتكون باينه، كنديروا لها كوردون تاعي حتى الكوطيه حتى هي جات مخدومه بحال هكا. حنا غنعطيكم لي ديتاي ديال كل حاجه. هاد الثوب ديال اللي تخدم به، شنو هاد الثوب؟ هادي برلين. هادي برلين رقم واحد. رقم واحد برلين. اللي بغى هاد اللون باش يعرف، هذا بحال هذا واحد الباج فاتح شويه. هذا مفتوح. هذا يعني بلونكاس. بلونكاس. هذا نقدر نقول رقم واحد في لاغام. هو هذا رقم واحد في لاغام ديال برلين. ايه. الوغ هنا تخدم كله قطعه واحده. ايه. بهاد الكوطيه حتى هي جات بحال هكا. هنا شفت درتي موديل اخر، ستيل اخر عاوتاني. لا مولاتو بغات مولاتو. جا مقسم وجا جا غزال تبارك الله. جا شيك. الو تقسم هنا على اربعه، هادو راه كيتهزوا بطبيعه الحال. يتهزوا وكلهم ليهم السنسله. لا كلشي بالسنسله، كتحيد تصبن وتعاود ترجع. صبني وترجعي كيف ما كان. الو بالنسبه للدوسي شحال فيه هنايا؟ الناس اللي غادي يسولونا على الدوسي. 15 سنتيم. فيه 15 سنتيم. فيه 15. الو فيه 15 سنتيم. هذا الثمن ديال هذا شحال كيبقى؟ انا تيبقى ب 1500 درهم. 1500 درهم كيتخدم. اييه. بالنسبه هذا ماشي غونجمون. الا ما كانش، الا كان غونجمون تيبقى ب 1600 درهم. 1600 درهم كتزيدو 100 درهم فقط. على الغونجمون. الا ما كانش السوكل تيبقى ب 1400 درهم. اذا السوكل كاين الفرق ما بين الرجيلات والسوكل. العود كيزيدو 100 درهم على الرجيلات. اذا هذا غادي يبقى لكم ب 1500 درهم. الا بغيتوه بالغونجمون غادي يبقى لكم ب 1600 درهم. اييه. اي لون بطبيعه الحال بغيتو؟ ومع خدادي. ديما من الخدادي ديالو. غير هاد المخاد ما تيكونوش. هادو هما شوف. هاد كانيش. هذا ما تيكونش. هذا كانيش ما تيكونش. التويبات الاخرين كلهم راه ديسبونيبل، تيمشيو غاتوي. غير هادو كيزوم ماليهم، يعني هما اللي صاروا ما تيزيدوها. هادو انيقين غزالين. هاد الميلونج ما بين هاد هاد الكانيش وما بين هاد التويب بحال هكا جا غزال. دخلتو هذا اي لون. اي لون كان تبارك الله كاع اللون كاينين ديال هاد الكانيش. كاينين ديسبونيبل. داكوغ. الوغ بالنسبه لهاد الكانيش الا بغيتوه راه نتوما يا اما كتجيبوه يا اما كتكلفوا المحل يجيبوا لكم، لانه شويه زيد في الثمن على الاخرين. أيه. بالنسبه للخدادي راه كلهم تيمشيو مع الصالون. يعني بالنسبه للخدادي راه الكليان عندهم الحق يختاروا اي لون. اي لون زعما بطبيعه الحال اللوينات نتوما اللي كتختاروهم فاش. أيه. كتجيو كيقترحوا عليهم. أيه. مي راه كيمشيو فابور مع داخلين في الصالون. أيه. مع الصالون الا بعد التويبات اللي كيكونوا طالعين في الثمن نتوما كتكوموندي. بغا نشوفوا هاتين هادو ما هضرناش عليهم. هاد لي بوف. هاد لي بوف او لي طابلو هادو تيبداو من 400 درهم. من 400 درهم الموديل. 400 درهم. وإلا كانت بلا هادوك الرجلين كاينه 300 درهم. اييه. هادو هاد الرجيلات مخدومه بهم جات. لا
ومخدومه بالبوكليت. بالبوكليت شوفوا لي هذه راه اللوينات تا هو فيه اللوينات كاملين اللي بغاو اي لون بغيتوا هادو كيتماشاو لكم مع الصالون ديالكم. واللي بغا حتى في هذا راه كنديروا حتى في هذا حتى هادو كيبقاو نفس الثمن ولا كيتسال نفس الثمن. الا بغاو حتى في هذا نديرهم في هذا داكوغ. الوغ الا بغيتوها حتى في هاد الكانيش راه كدار. وفي البوكليت صراحه جات انيقه تخيلتها غتكون حتى في الباج ولا في دوك اللوينات غتجي غزاله. جينا نوريكم الكنابي الثاني بديت ليهم بالدار. شوفوا لي الدار كيفاش مخدوم تبارك الله. هنا قلتي لي حيت ما كاينش الحيط تخدم بهذه الطريقه. دابا مولات دابا هذا كاين غير وسط الفيلا دابا كاين يعني ما كاينش الحيط هذا غيكون هذا غيكون وتبارك الله على هذا الدوسي تبارك الله قداشنا هوايا عريض حتى هو نفس القياس حتى هو 15. وشوفوا لي انا بغيت نوريهم غير لا فينيسيون ديال الخدمه كيفاش دايره. شوفوا لي هذا هذا حتى هو كنقولوا له ميلوتي حتى هو مربع. لا هذا بلاكيت كاروات. بلاكيت كاروات دابا هذا كاين فيهم الموديلات في هذا. اياه شوفوا لي غير الظهر ديالو كيحمق. الوغ دابا غادي ندوزو شفنا غير الظهر هو اللي مخدوم بديك الطريقه مي هو كله جا سامبل اعتمدوا على الظهر هو اللي فيه هذاك الديكور. مولاتو مازال غادي تزيدي الخدادي ديالها. اياه هادو الخدادي ماشي ديالها. لا ماشي ديالها غير حنا درناهم باش هادو حطيناهم غير للتصوير. اما الخدادي ديال السيده راه مخسراتهم هي بوحدها بطبيعه الحال. شوفوا لي هنا جا سامبل. الوغ الكركاس كيجي سامبل وحتى سميتو حتى الخدمه ديال الظهر حتى هي جات سامبل. لا كله سامبل في الداخل. وهذا ما فيهش لونجمون فيه؟ لا ما فيهش لونجمون. هذا حتى هو ما فيهش لونجمون غير هذا في العرض فيه 90. الاول فيه 70 فيه 80 فيه 80 بالظهر هذا فيه 90. هذا فيه 90 سنتيم. 90 سنتيم كنقصدوا لكم من هنا داخل فيها حتى ديما من برا لبرا من برا لبرا كلها الجلسه فيها 90 سنتيم. هذا الثمن ديالو شحال كيبقى؟ هذا ب 1500 درهم هذا فيه العرض 1500 درهم حيت العرض. الظهر حتى الاخر حتى هو نفس الشيء. لا هذا الحيط هذا الحيط الوغ كاين غير هاد البلاصه هي المخدومه وفي هاد الجهه الاخرى حتى هي راه شفتها قبيله حتى هي مخدومه بنفس الطريقه. فوالا اللي قال لكم بلاكيت ياك قلتي لي بلاكيت كنحفظ كنحفظ معاك كروات بلاكيت. شوفوا هنا كتبان مزيان حيت ما كاينش الشا. شوفوا تبارك الله كيفاش كتبان كتجي غزاله. الوغ 1500 درهم المتر بلا رونجمون بحالو بغيتو بلونجمون بحالو بلونجمون تيبقى ب 1600 ديما 1600 درهم ديال 1600 درهم هذا الثمن. بالسوق تيبقى ب 1700 درهم الثمن. علاش؟ لانه هذا زايد في العرض هذا في 90 سنتيم الاخر كيكون في 80. هنا كاينه 25 سنتيم هنا كاين العرض مختلف. شوفوا لا كاين العرض هنا عاوتاني العرض. الوغ هاد الحوايج هما اللي كيطلعوا الثمن ديال الكنابي. فاش كتسولوني في الخاص كتقولوا لي علاش هاد المره قال 1500 هاد المره قال 1600 الوغ كاين ديما الموديل تيختلف. الموديل كيختلف فيه الرونجمون ما فيهش فيه السكر ولا فيه رجيلات فيه الدوسي ديالو شحال العرض ديالو بحال هذا مثلا ما مخدومش سامبل على برا يعني فيه الخدمه عاوتاني يعني كل حاجه كتزاد راه كتزاد الثمن. الوغ 1500 درهم عندنا بزاف ديال لي موديل. شوفوا لي عندنا عاوتاني هذا بوردو هذا السيد عنده موبل يعني راه هذا الصالون الفوق ديالو هو هذا داكا غير في الديزاين مختلف هذا مختلف. دارت الميريديان في دارت الميريديان يعني ما كملتش الدوسي ديما بقى في السامبل. الوغ نفسه بحالو غير الظهر ميريديان يعني ما كاملش حتى ميريديان. فوالا شوفوا لي ما كتجيش حتى لافان نفس تقريبا نفس يمكن نفس العبار نفس كلشي. لا نفس العبار عندي خمسة الصالونات نفس العبار غير الديزاين مختلف. ديزاين مختلف وتا هذا مشى بنفس الثمن اللي هو 1500 درهم. لا الموديلات مختلفين مختلفين كاين حتى 2000 درهم كل حاجه والثمن ديالها. حنا ورينا ما جبناش لهذاك الوغ هادشي اللي واجد هما اللي عطيناك الثمن ديالهم وغتبقاو معنا مازال غادي نوريكم النوامس غير خليكم معنا. دائما في الصالونات خويا حكيم عندنا هذا الموديل عاوتاني هذا التويب بان لي مختلف شويه على اللي الفوق. اييه هذا مرخم هو اونتيتاش حتى هو اونتيتاش ولكن مرخم حتى هو مخدوم بالكوردون بالكوردون هادي ال هادي ال هذا سامبل اييه وهذا دارتو الوغ هادي كتجي بيس وحده هادي فيكس هادي فيكس هادي بالماطله ديالها وهادي بالماطله ديالها ولكن حتى هي الكركاس ديالها مخدوم بنفس الطريقه اللي مخدومه به هذيك. نفس الطريقه ديما نفس الموديل نفس الموديل والمخدات هنا هادي حتى هي لا هادي ما فيهاش الظهر. لا هادي بلا ظهر هادي بلا ظهر داكشي علاش فيها الخدادي هكا كتشوفوهم فاليز وتويب كما قلنا لكم اونتي تاش مرخم. نقدروا نعرفوا الرقم ديال هادي شحال في لاكام؟ انا نطلع من نطلع نوريك لاكام نوريك واخا حتى نطلعوا نشوفوا نوريكم لاكام. الوغ هادي جات واحد الفيغ غزال الثمن ديال هادي كيفاش كتبقى للمتر؟ هادي 1200 درهم 1200 درهم للمتر 1200 درهم ولو فيها مثلا هاد الموديل مختلف وهذا يعني كلها لا ماشي مشكل ما كنديرهم حنا بحال بحال 1200 درهم بحال بحال غير بالنسبه لهذا راه بلا دوسي وما فيهش لونجمون. اييه هذا ما فيهش لونجمون وما فيهش الظهر. اييه هاد الموديل اللي كتشوفوا فيه السوكل تحت
فيه السوكل يعني الا كنا ما دايرينش السوكل غتكون اقل تيكون اقل ولكن جو بونس هذه كتبقى ديما بالسوكل هذه كتجيب هذه الحبه ما كاين اللي كيبغي بلا يعني ممكن يديروا فيها رجيلات انا عند بالي فين ما كان هذا الموديل كيكون فيه غير العود ممكن تكون برجلينات ممكن تكون برجلات الوغ الثمن ديالها كدير 1200 درهم بهذا غادي نمشوا للنوامس ناموسيات يا سلام شوفوا لي عندنا هنا بزاف ديال لي موديل غادي نوريكم اليوم الكبار والصغار الوغ هذه كنظن واقيلا متر 40 هذه متر 40 هذه اصغر وحده اصغر طايف ستاندر متر 40 بلا رونجمون حتى هي مخدومه يمكن برلين هذه برلين هذا رقم واحد هذه برلين رقم واحد نفس مولات الصالون نفسها نفس اللون مشات بنفس اللوين عندها هذه وعندها جوج غوطات شوفوني هادو ثلاثه ديالها هذه هي ديالها داكور الوغ هذه كلهم ديال الوليدات هادو عندها جوج بنيتات هادو مخدومين بسيجار وهادي بحال الشهده دايره برلين رقم 3 رقم 3 لان هادي فونسي شويه على هادي غادي نرجع لكم الناموسيه الاولى باش نعطيكم الثمن ديال كل حاجه الوغ بالنسبه للخدمه هادي شنو ممكن نقول هاد عندها شي سميه هاد الخدمه هادي الفراشه معروفه الفراشه الوغ هادي سميه ديال الفراشه انا غير كنسهل على الناس باش ملي كيتفرج كيقول لك انا بغيت هذيك ديال الفراشه لوحه صافي حفظوا معنا والسكرين السكرين ملي كتسكرينوا شي موديل راه وشوفوا لي الوغ اللون نفس لاغام رقم واحد برلين توب اونتي تاش كتبقى بشحال هادي هادي كتبقى ب 2200 درهم 2200 درهم بلا رونجمون بحال تبغي ندير لها رونجمون شحال غتبقى ليا دير الرونجمون بحال كيبقاو 3500 3500 هادي عاوتاني كبيره هادي هادي مترو 60 مترو و 60 ولا كنمشي الفوق شي طريقه مخدومه طريقه مخدومه انا ما كرهتش نمشي حدا هذيك الفوق ونوريهم عن قرب الوغ بالنسبه لهادي شوفوا لي انا قربت لكم شويه من الخدمه هادي سيجار ياك مينوتي هادي مينوتي مينوتي داكور هادي ماشي ما كنقولوش لها سيجار ولا كان سيجار هي هذيك راه ما كاينش الفرق بيناتهم ولا كان رديتي البال الفرق في الراس الفوق تيبان لك هذاك اروندي الا بغيت نوريكم غير تيت دو لي كيفاش جا داير هادي حتى هي يمكن نفس الرقم الا ما خفت نكذب لا هادو نفس الرقم هادو نفس الرقم برلين رقم واحد هادي جات بالرونجمون بالرونجمون هذا الثمن ديالها هادي 3500 درهم 3500 درهم ممكن نشوف الرونجمون ولا مغلفه لا صافي الرونجمون ديالها كتجي بحال هكا الصندوق كيتقسم هكا يقدروا يقسموه هكا على اللي بغاو على حساب واش هكا كيبقى اصح كيبقى احسن كيبقى صحيح تيشد لينا الخدمه راه ديما الفينيسيون تي كيبقى شي كلشي تيهبل على شوفوا لي من الداخل باش نوريكم عاود راه البواروج ديما انا تف المونطرات خاصنا نديروا البواروج البواروج مغلفين بهذا اللون انا كيعجبني هذا اللون ديما معلين بزاف الناس كيبغوا النوار مي هذا اللون كيجيني زوين في الداخل الوغ الثمن ديالها هو 3500 درهم وبلا ما نهضروا لكم على الجوده العود الناس تفرجوا في الفيديو السابق ديال خويا حكيم راه غتلقاو لي ديتاي ديال لي ديتاي وريناكم كيفاش كنخدموا اي حاجه كيفاش كيتلصق هذاك شنو تنقولوا البونج لابياس كل شيء وريناه لكم في الفيديو اللي قبل غندوزو تقريبا نفس الموديل ولا نفس الموديل نفس الثمن نفس الموديل نفس الثمن دابا رديتي البال في الراس الفوق تيبان لك هذاك اروندي وهذا تيبان لك بلا شويه غادي غادي كله بحال هكا الوغ هادي هي اللي غنقولوا عليها السيكار هادي السيكار هادي الثمن ديالها حتى هي 3500 درهم بالرونجمون هذا غرينوار توبي رقم 8 يمكن هذا ماشي هذا ماشي لاطوال لا مارناي كيبان بحال لاطوال لا بحال واخدينو بالليفي ديال لاطوال بالليفي ديال لاطوال غنوريك لاكام ديالو تاعي واخا من بعد غنوريكم كاع هاد لي كام اللي خدم بهم هاد النوامس هادو شحال كيمشيو ديال الدراري الصغار هادو ب 2200 دابا باش كنحسبوهم 2100 بالغونجمو ديما تنهضرو بالغونجمو بالغونجمو دابا اللي كتكون بالغونجمو كتكون قليله قليله وي الوغ هادي ب 1800 درهم 1800 بغاوها هكا 1800 حيت هادي ما فيهاش الغونجمو بالنسبه للعلو دائما تيكون ستاندار ياك ديما متر و 30 كتكون عندنا متر و 30 الا في حاله ملي بغا الكليان كبر راه العلو هو هو الوغ هادو غادي يبقاو قلنا ب 1800 درهم ياك حيت ما فيهمش الغونجمو بالغونجمو كيبقاو 2000 و 200 2200 درهم عاوتاني عندنا هاد هادي ماشي متر 20 متر 20 هادي شي واحد بغى يتيسع الوليدات هكا هاد السيده هذيك مولات هذاك متر 40 عندها جوج بنيات دارت لهم هذا البنيات دارت لهم هذا والولد دارت لي هذا والولد دارت لي هذه فيها متر 20 متر 20 موديل ديال الشهده رقم جوج ياك قلتي لي او ثلاثه لا رقم ثلاثه رقم ثلاثه فهذيك لاكام اللي خدمت بها الناموسيه ديال برلين الوغ بالنسبه للثمن ديال هذه شحال غتبقى بالنسبه لهذيك كتبقى ب 2000 درهم 2000 درهم الا كانت بالغونجمو كتبقى ب 2500 2500 درهم حيت زايده في العبار على هذه غادي ندوزو الموديل اخر عاوتاني حتى هو نفس القياس متر 20 هادو حتى هما جوج اييه غادي نوريهم غير تادو لي كيفاش داير
حتى هي نفس الثوب نفس كل شيء نفس الخدمه بالرونجمون غتبقى ب 3500 درهم بلا رونجمون. لا هذه متر 20 متر 20 ايه غتبقى ب 2000 غتبقى ب 2600 درهم 2600 درهم ايه هذه بالرونجمون ديالك بالرونجمون ديما الرونجمون حاجه مزيان دائما نفس الخدمه راه الناس كيتفرجوا يشوفوا دائما لي فيديو ديالنا وبالصحه والراحه لماليهم. شوفوا لي عاوتاني هذا راه كاين بزاف قدروش نجبدوا لكم كاع هذا الشيء اللي مخدوم. شوفوا لي عاوتاني هذا الموديل انا حمقني اخويا حكيم هذا الموديل لا زوين تبارك شي حاجه مبدله اول مره كنشوفها عندك اول مره صراحه المهم اول مره كنحضر فيها انا بعدا اللي عجبني شوفوا لي هذا اش كنقولها الكوس اللي جات في الجنب لا فورم ديال الكوطيه شوفوا جات ميته مع الكوطيه والكوطيه عجبتني هذه الطريقه اللي درتيها كمايله بحال بغات طيح ودرتو هاد الخديه ديالها جات حتى هي بالبونج ياك حتى هي بالبونج حتى هي بالبونج عاد هذا هو كيتهز هذا هو بوحدو كيتهز ما تيتحيد شوف كلها كتهز تبارك الله عليك ما عندي ما نسال هذا السلسله جا انيق انيق بزاف هو هو فيه البونج وفيه وفيه هذاك اش كنقولوا لابياس الرجيلات ديال اينوكس كيجيو تا انيق الرجيلات جاو انيقين بحال دوك لي كنابي اللي تنشوفوهم في لي شاوروم اللي مختصين في هذا الشيء ديك اللي كيجيبوا لنا السلعه ديال برا وداك الشيء ديال لامبورطاسيون الوغ ما تحتاجوش خويا حكيم اي موديل شفتوه كيصاوبوه لكم هذا راه مخدوم بلا طوال اي لا طوال هذا لا طوال شوفوا ليا رقم 12 ولا فينيسيون ورقم 12 وشوفوا ليا المضربه كيفاش كتجي دايره حتى هي مخدومه بحال هكا هذه بيكي هذه الكلمه تعلمتها منك اول مره اول مره صورت صورنا في تمارا اول مره قلتيها ليا بقيت عقل عليها الوغ هذه كنقولها بيكاج والظهر تيجي سامبل ولكن راه خطيره مازال باقي ما كملتش باقي الخدادي ديالو هنايا مازال الخدادي ومازال راه كبير لانه شوفوا ها انتم علاش كيفاش نفرشوه راه هو الكماله ديالو تبارك الله خاصنا باش نفرشوا هذا الشيء خاصنا نهار غادي نوريكم موديلات اخرين انا وريتكم غير الموديل كيفاش داير بالنسبه للماطلات اللي كنشوفوهم مغلفين دائما تيكون دائما هذا تيكون هكا هذه الماطله هذه بحال هكا وها انتم تيكون لابياس ها هو الشيء ايه هو داير ما تنديروش هنا غير من الفوق تنديروه داير داير كامل غير من اللور ما تيكونش وي تيكون داير ها هما فوالا ها هما كلشي باين كلشي باين كتعرفوا يعني راه حتى اللي باغي يتيق راه ما كاينش برومي شوا كتعرفوا باللي هي 20 20 عام ديال 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 غارونتي كلشي قدامكم السميه يعني حجمها مخبيه ما تحتاجوا لا سلسله لا والو اصلا الثوب كيبين كلشي لا كلشي كلشي الشفافيه والوضوح الشفافيه والوضوح المعلومه قلتيها لي قبيله ما دخلتش ليا لدماغي ما قدرتش نفرق ما بين هذوك السيكار كنهضر على تيب دو لي تيكون بلاكيط كيعرفوا الحريفيه فهمتي تيكون بلاكيط يعني هو داك الكري هو الكري تتكون فيه لوحه 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 على لوحه كتلصق اييه هادوك تيكونوا لي بلاكين داكو هذا مينوتي هذا المينوتي اللي كيجرب الخيط كيتخدم بالخيط كيتخدم بالخيط بالنسبه للخدمه عندما انت جيتي على غفلوشتي كنخدموا بالطرون طروا وبلابياس ها طرون طروا بلابياس وبلابياس هذه طي دو لي كيتخدم بحال هكا ما تنديروش حنا الفاندو كاع هادشي هاد يعني الراس راه الاكثريه كيخدموا بفاندو حنا تنديروا طرون طروا يعني حاجه مزيانه هذا هو اللي كنشوف في التدوري تبارك الله ديما عندكم داك الشيء مفيني وبون ما تجيش قاصحه حيت كنشوف شي واحد شنو وامسه تي بحال ما دايرينش عليهم والو الفاندو هذاك هذاك بونج بحال كتنعس على لوحه تيكون بونج غير عادي هكاك هذه طرون طروا الو هذه طرون طروا بلا بياس عاد كتخدم هكا هذه بالنسبه من بعد مثلا كليان بغى يسونجي مثلا اللون ايه يشونجي غادي يدير في البونج ويضيع في العود ويضيع كيغلف غير الثوب يبدل الثوب ديالو تيبقى نفس العجب تبارك الله عليك تبارك الله عليك شكرا على هذه المعلومات الوغ اليوم ما فهمت ما بين نفرق بين البلاكيت وما بين وما بين المينوتي موديل اخر في الصالونات هذا تا هو بليفي ديال لاطوال ياك هذا اونتي تاش بليفي ديال لاطوال هذا دي مارناي رقم 5 مارنا مارناي مارناي هي اللي كاينه في هي اللي مصوبه بها هاد الناموسيه اللي في الكرينوار شوفوا لي غير الثوب باش نقربكم منه تيجي فيه واحد شويه دراماج ولكن في الشوفه ديالو كيبان بحال لاطوال مي هو اونتي تاش انا غادي نوريك لاكام ديرو الفوق نوريكم لاكام باش ما نضركمش راسكم غنوريكم لاكام الوغ ما لا داعي باش اننا نحلوا هذا الشيء كله غادي نهبط غير هادي الوغ هو راه جاب لونجمون هو كله غونجمون كله غير هذا مولاتو بغات يكون كل ما يطاش هكا فهمت ربيتي البلد القضيه ايه هذه ميريديانا ميريديانا كتحل هكا كتحل بحال شي تسوم ماشي بحال هادو كيتحلوا على الظهر نو هذه حلاتها هكا ايه هادو الفرق باش هي تجيها سهله ايه حتى في الحطه تجيها سهله الوغ هذه كنابي ميريديانا بالنسبه للناس اللي ما تيعرفوش ميريديانا هي اللي ما كتجيش فيها الدوسي كامل حتى لافان
حتى الجلسه كتكون مريحه. الجلسه كتكون هذا يمكن 90 واقيلا. نعم لا 80 80 كتبان كبيره. لا هذاك هذا ب 80 هذه ب 90 هذه 90 وي حيت بان كبيره. الو هذه فيها الو هذه فيها 90 وهذه فيها 80 بطبيعه الحال بالدوسي. الدوسي راه كيجي سامبل كله. حتى واحد الحاجه عاوتاني شوفوا ليا انا نوري لكم هنايا باش ما نحيدش البلاستيكه. شوفوا لي الخدمه هنا جات بحال كانت غتكون شي كوردو. لا كوتوره هذه هي هذه كوتوره صافي كثرتي عليه من السميات اخويا حكيم اليوم دابا انا كنعرف غير الخياطه عاديه. الا نديرو كوردون كيجي شويه غليظ. يجي غليظ هذه مولاتو بغات كوتوره. كوتوره داير شوف كيفاش كتجي كتبان لكم الخياطه واحد الطريقه كتجي زوينه سامبل بحال كاركاس بحال بحال مضربه بحال لو دوسي كلهم سامبل. هذه شحال كتخدم هذه؟ هذه 1500 درهم ديما 1500 درهم غونج 500 درهم بالغونجمون وبالرجيلات ديال البلاستيك. سينو الا بغيتو اي حاجه الا بغاو السوكل غير في السوكل 1600 1600 غتزيدو 100 درهم ديما السوكل كيتزاد على الرجيلات ب 100 درهم. هذا هو الصالونات باش الكليان ما يبقاش غالط. دابا الا كان بلاطوسي وكان بالغونجمون تيبقى ب 1200 درهم. ياه فهمت الاختلاف فين تيبقى؟ تيبقى في الرجلين وفي الدوسي. وفي الدوسي الاختلاف فين كاين؟ هنا فين كاين الاختلاف؟ كيبدا من 900 درهم. 900 درهم تيكون سامبل بلا ظهر بلا غونجمون بلا برجيله ديال البلاستيك. درتو ليه السوكل غيولي ب 1000 درهم. زدتو ليه الدوسي غيولي ب 1200 درهم. 1100 الدوسي حيت كيكون هاز يعني غيزيد واحد 200 درهم. 200 الوغ كل حاجه والثمن ديالها ابتداء من 900 درهم وانتم طالعين. ديما تيبقى كومبلي بالمخاد فاليز بالمخاد صغار يعني كلشي. حيت بزاف الناس كيسولونا هذاك اللي ما فيهش الدار واش المخاد داخلين معاه. المخاد راه داخلين معاه. حنا النهار الاول خدينا هذا الوعد كنعطيوك ليها كلشي كيمشي معاه صافي بقاوه هكا كلشي تيمشي كلشي تيمشي معاه. المخاد ديالو راه تيمشي معاهم. الوغ الثمن ديالو 1500 درهم. الوغ بالنسبه للناس اللي غيسولون على لي كام هذه بيرلا. بيرلا بيرلا هي اللي في هذيك اللمعه هي هي برلين. بيرلا هي برلين هي رقم واحد. رقم واحد اللي خدمنا بها الكنابي اللي هو هذا. رقم ثلاثة هو المهم راه داك السعر اللي جا بغيت. الوغ هادي لا كام اللي كنا كنهضروا لكم عليها هي اللوينات ديالها. عندنا البوكليت حتى هو اللي شفتوه في هاد لي طابوغي او ال بالنسبة لهادو ديال لي بتيكوسان اللي بغيتو تختاروا ديال اللي بغا يعزل الخديديات هادو كاين فيهم زعما كاين فيهم موديلات بزاف. كاين فيهم موديلات بزاف حنا وريناكم غير دابا هادو فيت في. اييه المهم هادو ديك السعر كليان راه هادي حتى هي اللي لونتي تاش بلي في لاطوال. لاطوال شي حاجة مزيان شي حاجة بروميير شا. اييه حتى هي مزيانة اللوينات اللي خدمنا بهم. وعندنا هذه اللي مرخمة اللي شفنا بها الصالون في الخضر. اييه هذه رقم واحد. بهذا خدمتو بالخضر الصالون في الخضر خدمتو بهذا؟ هذا كنخدم به انا خدمت بهذا هذا الصالون اللي وخدمتو به الصالون في الباج حتى هو رقم واحد وخدمتو بهذه برقم 12. رقم 12 رقم 12 هي اللي درنا بها الصالون في الخضر. وهذه اللي في يدك شي حاجة أخرى عاوتاني كان هذه مارناي. اييه عندها كتجي مرخمة أو ميم طون كتجي فيها واحد لفي بحال بحال شوفوا بحال ديال لاطوال. اييه ملي تشوفوها كتبان لكم بحال لاطوال. هذه حتى هي اللي شفنا واقيلا هاد غرينوار هو اللي درت بينا نفسي. الوغ درتي بهذا الرقم 4 وخدمنا بها عاوتاني الباج او الكري. الكري هذا الكري هذا 16 رقم 16 هذا هو اللي خدمنا به الفوتوغ. الوغ هنا كاع لي موديل اللي وريناكم صافي راه كيغلفوهم باش يمشيو. الصالونات ديالكم دائما تيوصلوا بحال هكا باش ما يتقطعو ما حتى شي حاجه. وعندنا دي موديل وحدين اخرين شوفوا لي عاوتاني هذا الموديل كيحمق. شوفوا لي الفرماجه ديالو قداش يعني كاين بزاف ديال لي موديل ما قدرناش نوريهم لكم. كلشي هادشي غادي يمشي دابا كلشي غادي يخرج صافي. الصالونات كلهم كيتغلفوا غادي يخرجوا دابا واخا ما يخرجش خاصنا نديرو في السلوكان ديالنا باش تحافظوا عليهم. هذا ان شاء الله غادي يمشي. هذوك راك حضرتي لهم وي هذوك صافي مشاو دابا. ايوا بهذا نقولوا للناس بسلام عليكم الا احتاجتوا اي حاجه دائما تواصلوا مع السي حكيم. والاثمنه اللي كنعطيوكم راه ديال المتر غير باش ما يكون لينا شي حاجه راه ماشي الكرابي كامل. وبالنسبه للناس اللي بغاو لابياج ميغال غادي نخلي لكم بعض الصور ديال المحل اللي كيتعامل مع حكيم. يعني حكيم كيتعامل مع محل اخر بالنسبه لي كليون ديالو اللي يحتاجوا هاد لابياج ميغال راه كيتعامل مع المحل الثاني اللي ان شاء الله قريبا نقدر نديروا لكم فيديو توضيحي. اذا عجبتكم الفكره نصور لكم لابياج ميغال نهضروا عليه نشوفوا الانواع ديالو نعطوكم اثمنه تقريبيه. ففي انتظار اننا نديرو فيديو خاص بلابياج ميغال غادي نخلي لكم غير بعض الصور التوضيحيه. واللي بغى شي حاجه ما عليه الا توصل في الرقم ديال حكيم راه هو اللي غيتكلف لكم.